ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، والداعين بدعوته، والسائرين على منهجه وشريعته، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته، ولزوم عبادته، وكثرة مخافته، ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. برايت بسلمان خشكت بسلمان أمامي بيكفم دفيروجا مباريدا الفجهي مبارك نظام بسلمانا خدين ياسا وحجي كرت إسلامي أمامي دعاش رب العالمين كين سبحانه وتعالى. رب العالمين طاعة ما قبلكتن، ورب العالمين قنهت ما بغفرينة، رب العالمين دفع بلا ومصيبة السرمة، وقلنا في ما بكت قلنا في بصلمانة هميا. أم دعاش خذي تعالى كين رب العالمين معاملة ما تقلمة، ومعاملة ما تقل رب العالمين سبحانه وتعالى، معاملة ما تقل إكدو كتا معاملك الشرعي يا مقبول لك رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين شهمي مخالفتا شهمي خلتيا ما بارزت إن شاء الله تعالى، رزقك حلال يزلال كتا نصيبي مهميا، ورب العالمين حرامي جبرد لي مهميا رشكة إن شاء الله تعالى. دعاش رب العالمين كان رب العالمين ماتشيكة مالت ماتشيكة جحيلت ما رب العالمين تشيكة وقاهمكة سرباشي، طلبت ما رب العالمين موافقة فان روجيت يتخان دني ويت امتحاناته ويت ويكيد بجن مصير إيوانا رب العالمين رواد مزيفته وحجي كريت مزيفته بصلمانه نبيشكر ومتدين شفان طلب رب العالمين إن شاء الله درجة بلن بكتا نصيب إيوان نتوقع عوان دا قلي زيدتر، وهمي طلب إن شاء الله تعالى وخيرا وان تدابتن وخيرا وطني وانو ولاطي وانو خلقي وان تدابت إن شاء الله تعالى أفنى وعقان دنابتن. رب العالمين سلامة كيف ريكتن ببريندار ونساخة يتمو يتبصلمان هميا، ودعاش خذي تعالى كان رب العالمين الشفاء فريكتن بوان، ورب العالمين الرحمة مريت مهميا بتن هميا بتا بحشتي ومجد قلوان إن شاء الله تعالى. رب العالمين وضعي بصلمان الهمي على خشكة إن شاء الله تعالى. أم دعاش خدي تعالى كين رب العالمين أو نخشيت هاتك ركا بصلمان الهمي على رب العالمين ببدل فكت كتا خير وخوشي وبركة، وأويت تعدايش البصلمانات كان رب العالمين تعداي بزفرين تنفوان دا، ورب العالمين بعدالة خد قلوان بكت نبرحمه وحقي فقير وجار شوان بسطين إن شاء الله تعالى ويجيستين الجي. يعني رب العالمين يعني مجال الدتي لكن إهمال نكة، وإن شاء الله دي طولة لذكة يعني حد الفلس بحول الله وقوتي. أم دعاش خذي تعالى كان خذي تعالى صبري وصمودي والتحدي بكتا رزقي بصلمانة مقابل الظلمي وعدواني وتعدايي وبيبختي وكفري ونفاقي والدجلي. آمين يا رب العالمين. أبو سلمان عزيز خطبة شوي موضوع مال سر خطرة يا كيشاني بيفاني أجر بخلتي بخلتي بيتا كيشان وخلتي بيتا بيفان كو بجني تطفيف الكيل والتبخيس الميزان أفرك إن شاء الله تعالى. أم دعاش خدي تعالى كان أخفنا ما بو خدي تعالى بتنو خلك استفادة لي بكتن بزبرنا بديني خو تعليمات الديني خو تعاليم الديني حنيف إن شاء الله تعالى غاية هربي أبيا. أفرك كان خدي تعالى حسكة موضوع إمام
السرق التحذير رب العالمين سبحانه وتعالى السرق غشي. طبعا غش بصورتك عام غش يعني أباكد بجني غش حيلة وخدعة. فخطروا السرق أفراد وجماعات شعوب وحكومات يعني خطروا آيات شيا خطروا قالك واجبي ما أوك وما أجش خهبيتو أم زبر نذا أم غش يقدنا كينو أم يخوجنا كين يعني قال نفسه خد أخ نيت خد أم نت غشاش بين تعامله خد تصرفاته خد ماله خد تواقع خد تنكي موضوع غش حتى غش كلمة دا تنكي غش أبايا مروف أي كشرن جد غش أبايا بسربة تشتي ببن ذا تشتكي دي بتكون نوع كنفاق يا غش خد كتن غش عالمي كتن أنا أخفنك ريكوبي دي بيشتن في الحقيقة أو نينة واقع ويدا يعني وإنما غش غير خد كتن فمصيبتك قالك ما زنا غش نف مدى بلا فابوي بشكلك يبرفرة. فرب العالمين إن شاء الله نهيلت بحول الله وقوتهم. فرب العالمين تحذيري وإنذاري الدتامات بيجت حصانة بن يعني الراس درز بن سرفة وبن ذا إيق بن معاملة بلا شفافية بتوكيان بيجين يعني بلا يوصابت يواضح بتن بي لف دوران بي حيلة بي خلاف بي مخالفة بي نحقي بي بي يعني أبه متدانة بتن فعلا دمروفة خدي تعالى بنو ملتزم منهج رب العالمين تعليمات الدين الإسلامي ده بتجه رازمين خد تعالى وخشية دنياي وخشية بن دنياي إن شاء الله تعالى. فعملية غشية أبا كنت تكرني تهمي مجالات مدى الدليل يعني أفغشة بيت سبب نمونا بركته جارك أولا بركة شو اللي مروف ده يعني ترزق مروف ده رب العالمين بركة دي جيبتن چنكي بوشي مبنية سر خلطية مبنية سر خلطية دي هر خلطية بتن و چنكي أوجه غشلة تتكرني دليل سرويكو الضمائر ضمير بشري أن وجدان خلقي يعني نما يا وجدان يا مقبول نك رب العالمين أن أو خده تعالى جرازي من البرهند تتكرني أنجي مجتمع كومل صورة عامة أش من الأدنى إلى الأعلى عملية غشي وقت تينا كرني معنى خلالك هاي معنى قصيريك هاي معنى مجاريوي هاي البرهندي دبيت المعالجوي بتكرني شرعا وعرفا وقانونا وقت غش بلافات بتن تشتيدا يعني نبس كريني فروت نيدا حتى في التعامل البشر حتى ما بين أفراد الأسرة يعني عائلة يعني احتمال غشتي تكريني يعني حقتنينا وإنما هناك اللف ودوران أفهمي أنواع غشينا فمعناوي أوه تشتكي هي يعني فسادك هي يعني نصلاح فسادها هي تواقعي وواقعي دعوي غشلتي تكريني أفه حقتك وحقتك هذه ترى قالي بسلمونا أوي غشيتك يعني بوش غشيتك يعني مقصد بيش يعني جارك وي باورينين بوي أو خده تعالى داناي يعني جهه سؤالي يعني أجر مثلا جبر رزقي خويا خلاص هذا ورزقي وي أوي خده تعالى داناي أجر بر أجل خويا أجل وي أوي خده تعالى داناي أجر جبر وزعي خويا أوي خده تعالى تقدير كري أم همي محاولة باشيت كان يا إصلاحيت كان أفا واجب ميا أن أمرويت وكو مثلا غشيت كان بيروانا هتفا مثلا القرآن هبيروز أحاديث مبارك يعني تجينا تقول تجي بينا بيراخو مثلا آياتك سورة هودة عليه الصلاة والسلام رب العالمين أمرتكت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين